اوعى تفتكر ان ربنا سبحانه وتعالى هيقتص لك من اللي ظلمك بس، لا، ده في كمان اللي وقف جنبه وسقف له وقال له برافو عليك كمل. وفي كمان الشيطان الاخرس اللي كان واقف وشاهد وشايفك بتتظلم وعارف انك بتتظلم ومرضيش يتكلم ولا دافع عنك ولا نهى اللي بيظلمك عن ظلمك. وفي كمان اللي امن عليهم وصدقهم ونهش فيك وصدق ان انت فعلا ظالم. كل دول بلا استثناء ربنا سبحانه وتعالى هيقتص لك منهم، لان ربنا سبحانه وتعالى شاهد وعالم وعارف مين اللي ظلمك ومين اللي ساعده وقف معاه. خليك دايما واثق في ربنا، لان ربنا في يوم من الايام هيجيب لك حقك على حياة عينك، سواء كان في الدنيا او في الاخرة. خلي بالك ان دعوتك كدعوة مظلوم عمر ما كان بينها وبين ربنا حجاب، وربنا سبحانه وتعالى بيقول في دعوة المظلوم لأنصرنك ولو بعد حين، في الدنيا وفي الآخرة. فتأكد إن ربنا عمره ما هيضيع حق مظلوم أبدا مهما الدنيا طالت أو قصرت. خليك مطمن.